بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية بأن أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير لسيادة رئيس الجمهورية لتفضله بالإشراف على موكب الاحتفال بيوم العلم، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي يوليها سيادته وللمكانة التي توليها تونس للعلم والمعرفة وللمنظومة التربوية باعتبارها حجر الزاوية لمشروعنا الوطني ولمسيرة التنمية الشاملة بمختلف أبعادها. سيادة الرئيس، حضرات السيدات والسادة، لقد كانت السنة الدراسية 2014-2015 سنة استثنائية بمختلف المقاييس، إذ كانت شاهدة في مستهلها على محطة هامة في تاريخ مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وهي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تفاعلت معها الأسرة التربوية وتشرفت مؤسساتنا التربوية باحتضانها، كما تشرف رجال التربية بمختلف أسلاكهم بالمساهمة الفعالة فيها في مستوى الإشراف على مراكز الاقتراع وعضوية مكتب الاقتراع ورئاسة مكاتب الاقتراع. كما كانت السنة الدراسية استثنائية في مستوى سير الدروس وإنجاز الامتحانات الثلاثية، والتي وإن شابه بعض الصعوبات الظرفية المرتبطة بالمناخ الاجتماعي الصعب، فإننا قد توفقنا في نهاية المطاف وبفضل الحوار والتواصل الإيجابي مع الأطراف الاجتماعية إلى إيجاد حلول لأغلب الإشكاليات المطروحة، ونحن على ثقة بأننا سنتوصل في إطار مناخ الثقة واتباع نفس المنهج الحواري إلى حل بقية الملفات المطروحة، ديداننا في ذلك الحرص على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التربوية، مع الحرص على مراعاة توازنات المالية للدولة والمجتمع. كما حظي ملف البنية التحتية خلال هذه السنة الدراسية بمتابعة خاصة من خلال تنفيذ برنامج استثنائي لصيانة المؤسسات التربوية وتعهدها، وهو برنامج شمل المبيتات والمطاعم المدرسية، وتم التركيز فيه على المدارس الابتدائية لا سيما في المناطق الداخلية والحدودية، تكريساً لمبدأ تكافل فرص ودعماً لحق كل تلميذ تونسي في فضاء مدرسي لائق يوفر المقومات اللازمة للنجاح ويعزز دافعية التلاميذ للتعلم. وأود بالمناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر لكل المنظمات والجمعيات التي أسهمت في تنفيذ هذا البرنامج الاستثنائي، وندعوهم لمواصلة العمل من أجل معاضدة مجهود الدولة في تحسين جودة الفضاء التربوي. وقد تم تتويج هذه السنة الدراسية بامتحانات وطنية كانت استثنائية في مستوى التنظيم والانضباط والجدية، وذلك في إطار مقاربة متكاملة سعينا من خلالها إلى إرجاع هيبة الامتحانات وبريقها، وذلك بالتصدي لمحاولة الغش وسوء السلوك والتطاول على حرمة المؤسسة التربوية والإطار التربوي، مع مراجعة مقاييس النجاح القادمة في اتجاه تعزيز مكانة شهاداتنا الوطنية وتكريس ثقافة الاستحقاق والتميز والجدارة. وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى كل الأطراف التي ساهمت في نجاح هذا العرس التربوي، وفي مقدمتهم رجال التربية ونساؤها ورجال المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية الذين وفروا الحماية اللازمة للامتحانات الوطنية في مناخ صعب يعرفه الجميع. سيادة الرئيس، حضرات السيدات والسادة، لقد كانت السنة الدراسية الحالية استثنائية بمختلف المقاييس، ولكن أملنا يتمثل في تحويل هذا الاستثناء إلى مبدأ من خلال مؤسسة هذا المجهود الإصلاحي في إطار منظومة متكاملة للإصلاح التربوي، وهو إصلاح شرعنا في وضع اللبنات الأولى له من خلال الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية الذي انطلق في 23 أبريل 2015 في إطار
تشاركي، وقد انتظم فيه أكثر من 5000 منبر حواري، ونحن الآن بصدد العمل على تجميع التقارير المتضمنة لمخرجات هذا الحوار التي تشكل أرضية للإصلاح الذي نريده شاملاً مبنياً على التوافق والتكامل مع منظومتي التعليم العالي والتكوين المهني، مؤسساً لمدرسة تنبذ العنف والتعصب وتكرس الفكر النقدي الحر، ومدرسة توفر الجميع فرصة حقيقية للنجاح والتميز، مدرسة تكرس قيم المواطنة والوطنية وتعزز شعور التلميذ وفخره بانتمائه الفكري والحضاري، وتفتح له آفاقاً رحبة للإبداع والخلق، مدرسة تليق بماضي تونس وتبني حاضرها وتبعث الأمل في مستقبلها. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير منظومتنا التربوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.